بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة. فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة. بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامج بنيان، وبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا نتكلم عن حب الوالدين أم بر الوالدين. طبعا في فرق بين حب الوالدين وبين بر الوالدين، يعني ممكن شخص يبر والدينه بس ما يحبهم، وممكن شخص يبر والدينه ويحبهم. طبعا ليش ما يحبهم؟ يمكن لأنهم قصروا في حقه أو ظلموه أو فرقوا بينه وبين إخوانه، وبالتالي هو ما يحبهم لكنه مأمور بالبر. فالبر إذن هو الأساس، ما له علاقة بالحب والكراهية. فالشخص المفروض أنه يبر والدينه سواء يحبهم أو يكرههم. عشان كذي إحنا بدينا في لقائنا اليوم قلنا هل حب الوالدين أم بر الوالدين؟ الله عز وجل شو يقول في القرآن؟ يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعدين الله عز وجل وصف لنا المعاناة. الوالدين الأصل أن الأطفال ما عندهم أي معاناة معاهم، لكن متى تبدأ المعاناة؟ تبدأ المعاناة لما يكبرون الوالدين، وهني تصير في معاناة. ليش؟ لأن يصير عندهم مزاج مختلف، يصير عندهم آراء مختلفة، ومو بالضرورة دائما يتخذون القرار الصح. فالعيال دائما يكون في صراع بينهم وبين آبائهم الكبار، وهني الإشكالية. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالبر، والبر معناها الطاعة. فشو يقول رب العالمين؟ فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهم معناته الثاني متوفي، أو كلاهما أثنينهم موجودين على قيد الحياة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا الآية هذه تدعونا للبر. ولذلك مثل ما عندنا بر والدين، عندنا شيء اسمه العقوق الصامت أو العقوق الساكت. شنو هو العقوق الصامت أو الساكت؟ أني أنا ما أتكلم أمام أمي وأبوي، لكن أتكلم من وراهم، أشتكي منهم، أتضجر منهم، أو أتكلم عنهم. هذا يعتبر عقوق، لكن عقوق بالسر أو عقوق صامت، لأني أنا ما عقيتهم أمامهم، وإنما أنا عقيتهم من وراء ظهرهم. لذلك يسمى هذا بالعقوق الصامت. الأثر عظيم، يعني بين الأب وعيالها والأم وعيالها أثر عظيم. لذلك احنا مأمورين ببر الوالدين، بس طبعا البر بالطاعة وليس في المعصية. ولهذا لأنه الأثر مهم، في كثير من الأحيان يصير الآباء يتأثرون في الأبناء مثل ما الآباء يؤثرون في الأبناء. يعني في يوم من الأيام واحد من الأطفال قال حق أبوه، قال له يبا أنت سعيد؟ كان يقول له الأبو إي أنا سعيد. كان يقول له الولد بس يبا وجهك مو مبين أنه سعيد، فلو سمحت قول حق وجهك خلي يكون سعيد. يعني أحيانا التعبير شيء ولغة الجسد شيء، وهذا الطفل
فهمها. لما سأل أبوه أنت سعيد؟ قال له إيه. قال له بس ويهك، ها ويهك مو مبين أنك سعيد، فلو سمحت يا أيوبة كلم ويهك وقول حق ويهك خلي يصير سعيد. فأحيانا إحنا ترى نتعلم من عيالنا، ولذلك عيالنا أحيانا يتكلمون ويلاحظون. والطفل أول ما ينشأ يشوفونه يراقب أمه وأبوه، ولهذا لابد يكون جزء من تربيتنا حق عيالنا التربية على البر وليس التربية على العقوق. أنا لما أحترم ولدي وأقدر راية وأعطيه مكانته، ولدي راح يعاملني بالعكس نفس الشيء ويرد لي نفس المعاملة. بس لما أنا أسيء لمعاملته، ولدي هني بهالحالة ما يعاملني معاملة طيبة، والجزاء من جنس العمل. فإذا هل حب الوالدين أم بر الوالدين؟ بقول لكم قصتين في بر الوالدين، والقصتين أنا عشتهم شخصيا. القصة الأولى مع رجل قيادي سياسي في البلد، والقصة الثانية مع رجل أعمال يعتبر من أغنى 20 رجل في العالم. والقصتين أنا عشتهم. بقول لكم الأولى، ناخذ الرجل السياسي القيادي في البلد. هذا الرجل دائما ما يمشي إلا معاه مهفة، مهفة اللي يهف فيها. غريبة يعني، في الاجتماع يحط المهفة، لما يروح ما أدري وين حاط المهفة، وين ما يمشي بيد المهفة، كله ماسك المهفة. إحنا عارفين شو السالفة. واحد قال له، قال له يا أبو فلان أنت ليش معاك المهفة هذه؟ كان يقول له أنت قول ليش؟ كان يقول والله يعني يمكن أنت دائما عليك حر يعني، فتحتاج المهفة علشان تهف فيها. قال له لا، أنا هذه المهفة شايلها معي على طول علشان أبوي. قال له أبوك؟ وش علاقة أبوك بالمهفة؟ أبوك يعني عليه حر؟ قال له لا. قال له شنو عيل؟ قال له أنا أبوي عصبي ما يتفاهم وسريع الغضب، ويحب يشرب الشاي، لكن يحب يشرب الشاي انه يشوفه قدامه الشاي دخانه يتطاير كذي يعني، زي شاي حار، ولما يبوله شاي حار ويشرب يعصب. فش اسوي انا؟ اطلع المهفه وهف الشاي ابرده شوي عشان لما يشربه ابوي ما يعصب. كان يقول له صاحبنا وليش كذي تسوي؟ قال له لاني ما بي انفخ الشاي، وأخاف أنفخ الشاي قدام أبوي فأكون يعني حققت نهي الله عز وجل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هو طبعا فاهم الآية بهذه الطريقة، لكن أنا عجبني يعني لفتات البر الجميلة اللي عنده. طبعا هذا الرجل سبحان الله، الله عز وجل وفقه بالحياة توفيق عجيب. أقول لكم القصة الثانية. في يوم من الأيام كنت زائر رجل يعني في لقاء خاص، وهو من أغنى 20 رجال اللي في العالم. فمن باب يعني أن نستفيد من تجربته، كان أسأله سؤال، قلت له شنو سر ثروتك؟ شلون قدرت تجمع هالثروة كلها بالمليارات؟ طبعا أنا توقعت يقول لي، تعرفون يعني دائما والله أني أنا عصامي ويعني بذكائي بشطارتي أدخل في مشاريع ما حد يفكر فيها، أنا أبدع في المشاريع التجارية. أنا توقعت هذا الجواب، لكن ياني جواب مثل الصاعقة وصدمني. كان يقول لي أنا سر ثروتي من بري لوالدين. قلت له شلون يعني؟ كان يقول أنا عندي قناعة، قال صح أنا شاطر بالتجارة ومؤسس شركات وأملك بنوك، لكن أنا في ظني سر ثروتي من بري لوالدي. المهم تدور الأيام، ويقدر الله أني ألتقي مع هذا الرجل لقاء آخر،
واللقاء الآخر هذا كان أبوه موجود. طبعا أبوه كبير في السن، ما يدرك من حوله، ما يقدر يأكل بإيده. وشفت أنا بعيني هذا الرجل الملياردير ملبس أبوه مثل السدرية احنا نقول، ها، ويبرد اللقمة حق أبوه ويلقم أبوه يوكله. هذه شفتها بعيني، فقلت بقلبي سبحان الله، أكيد سر ثروته وكثرة رزقه من بر والدينا فعلا. فهذه قصتين حبيت أني أنقلها لكم، قصة المهفة ولا تقل لهما أف، وقصة الثروة العظيمة من بر الوالدين. فبر الوالدين إذن له فوائد عظيمة وكبيرة في الدنيا والآخرة، ومنها زيادة الرزق، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من سره أن يمد الله في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. شوفوا لاحظوا معاي هني في فائدتين، الأولى أن يمد الله في عمره يعني طول العمر، الناس يعني تسعى للمستشفيات والاختبارات والفحوصات والأطباء حتى يحافظون على صحتهم ويتم تطويل عمرهم. بر الوالدين وصلة الرحم تكفل للإنسان طول عمره وإن عمره يطول، ويزاد في رزقه، وهذا يمكن مصداقا للقصة اللي ذكرتها لكم قبل قليل. فإذا بر الوالدين في عظيم الأجر، سواء كان هذا الأجر في الدنيا أم في الآخرة، من سره أن يمد الله في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فشوفوا الجوانب الاجتماعية كيف تطول العمر وتزيد خير الإنسان وتزيد فلوسه وتزيد رزقه. ولذلك يعني شيخنا الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه كان عنده كلمة يعني دقيقة ومؤثرة في قضية بر الوالدين. شو يقول؟ يقول من لم يحسن لوالديه لا تحسنوا إليه. أكررها، من لم يحسن لوالديه لا تحسنوا إليه. ليش؟ لأن اللي ما يعرف فضل أمه وأبوه إحنا لازم ما نعرف فضله، لأن إذا الأم والأبو ما عرف فضلهم اللي تعبوا عليه وربوه وكبروه وعلموه لما وقف على ريله، إذا ما يقدر هذا الفضل هذا ما يستاهل إن احنا نعامله معاملة طيبة، لأنه أصلا ما قاعد يعامل أمه وأبوه معاملة طيبة. فالشاهد من هذا كله إذن مرة ثانية هناك فرق بين حب الوالدين وبر الوالدين، الأصل بر الوالدين، ونتمنى أن يكون الجمع بين الاثنين، بين حب الوالدين وبر الوالدين.